لليوم الثالث على التوالي يستمر الاعتصام المفتوح داخل حقل الرمال الشمالي لموظفي شركة أويل سيرفيس، حيث يوجه المعتصمون انتقاداتهم لحكومة البصرة المحلية لصمتها وعدم تدخلها لمعالجة مشكلة تسريحهم من العمل بشكل تعسفي. احنا نايمين صار 3 ايام بالشمس والحار وهاي الحياه هنا، وين الحكومه المحليه؟ وين سعد العيداني؟ يعني احنا ما حد يحترمنا هنا، كابتن الحار والشمس والتعب هذا وهاي الحياه، يعني حصل علينا النوم صار 3 ايام لا ماي لا اكل لا شرب. الله اكبر، الله اكبر على شركه اول سيرف، الله اكبر على الحكومه المحليه ما تعين اهل البصره. شوف شباب البصره كانت منظم، يعني متى وين نوصل الحل هذا؟ والله عم تعبنا متنا.